انما ياخدها يوأن نور في وسط الملعب مقطوعة الكورة، وتعود مرة أخرى لمصلحة إنبي بعد ضغط في وسط الملعب استرجاع الكورة، وراحت لمصطفى شكشك صاحب العرضيات المميزة، صاحب العرضيات المميزة خطيرة. يا خبر أبيض على الكورة، يا خبر أبيض على الكورة، مش معقول مش معقول، عدت الكورة من قدام أحمد أمين، لسه بقول لحضراتكم صاحب العرضيات، بينما كرة خطيرة مصطفى دويدار إلى مودي ناصر، فرصة كبيرة، تسديدة، الله 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 الله، ليلة مودي ناصر النهاردة حلوة 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 يا مودي. الجول الثالث، الجول الثالث يؤكد الأفضلية ويحقق الأسبقية. مودي ناصر بسن الحذاء حلوة قوي 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 يا مودي يا ناصر، إنما شوف مصطفى دويدار بيعمل إيه، وشوف الترقيصة وسندها لمودي ناصر، أوبا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، وبشماله في الزاوية الشمال لحسن شاهين، لا تصد ولا ترد. ومع تحياتي مودي ناصر للمرة الثانية يا حسن، للمرة الثانية يا حسن، إنما حلوة حلوة حلوة. شوف هنا على طول الترقيصة دي هي جول، الترقيصة وبسن الحذاء لا تصد ولا ترد، جول جميل 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 جميل، والإمضاء مودي ناصر.